بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل الـ Hydraulic Properties of Soil أو الخواص الهيدروليكية للتربة اللي هو شابتر 3، وده هنتكلم النهاردة على Part 7 وهو عبارة عن الـ Coefficient of Permeability أو معامل النفاذية للتربة. هناخد العوامل اللي بتؤثر على معامل النفاذية K، وهناخد ايه الفرق بين الديسيتشارج او السوبرفيشال فيلوسيتي مع السيبج فيلوسيتي، وهناخد الكوفيشن اوف بيركوليشن هنعرف ايه هو، وهناخد اخر حاجه الابليكيشنز على الكي او الكوفيشن اوف بيرميابيليتي. اول حاجه هنتكلم عليها اللي هي الكوفيشن اوف بيرميابيليتي العاديه اللي هي معامل النفاذيه العادي اللي هو الكي. عشان نعرف الكي نرجع لقانون دارسي اللي اتكلمنا عليه في البارت السابق. عرفنا ان الكيو كانت بتساوي الكي في الاي في الاي، ومعروف برضك ان الكيو ديت بتساوي ايه، بتساوي الفي في الاي او الفي دي سي تشارج في مين في الاي. فلو الاي طارت مع الاي يبقى عندك الكي في الاي بتساوي الفي دي سي تشارج. يعني لو عايز اعرف الكي او الكوفيشن اوف بيرميابيليتي ما هو الا الفي دي سي تشارج على مين، على الاي. طيب يبقى لو عايز اعرف الكي اقول ايه، اقول فور لامينار فلو، عشان احنا كل الكورس بتاعنا خاص باللامينار فلو. فبنقول الكوفيشن اوف بيرميابيليتي از ذا ديسشارج فيلوسيتي، فعلا هو الديسشارج فيلوسيتي. امتى الكي تساوي الفي ديسشارج؟ لما تبقى الاي بتاعتي او الهيدروليك جريديان بتاعي بكام؟ بواحد فعلا. فعشان كده under a unit hydraulic mean gradient، لما تحط ال i بواحد بقت ال k بتساوي ال v discharge. وال units بتاعتها طبعا ده ال units بتاعت velocity، يعني عبارة عن length على مين، على time. فلو عايز اتكلم على بعض انواع الطرب وال range بتاعت ال k بتاعتها، لو هنتكلم عن الجرافل عشان الفراغات اللي ما بين الحبيبات الصلبة كبيرة، فهتلاقي ان ال k من 1 لـ 10. الساند من 10 أس ناقص 3 لواحد طبعا سنتيمتر على السكند. السيلت من 10 أس ناقص 4 لـ 10 أس ناقص 3. أما الكلي فمن 10 أس ناقص 9 لـ 10 أس ناقص 6. تخلي بالك إن الوحدة بتاعتك في الآخر وحدة سرعة. طب إيه العوامل اللي بتؤثر على K أو الفاكتور affecting on coefficient of permeability؟ هم عندنا العوامل الآتي. أول حاجة الجرين سايز، طبعا بيختلف الجرافل عن الساند عن السيلت عن الكلي زي ما انت شفت في الشريحة السابقة. الفويد ريشيو طبعا زي ما انت عارف، لو الفويد ريشيو كبرت هتلاقي ان المية هتبقى أسرع، فبالتالي البريميبيليتي بتاعتي هتبقى أسرع. الشيف اوف بارتيكلز ديت للساند، الشيف اوف بارتيكلز دي للساند. عندي الساند ممكن يبقى دائري وممكن يبقى عصوي وممكن يبقى مفلطح، يبقى اي شكل من اشكال الساند. طبعا شكل الساند او شكل الحبيبات ديت بتاثر على سريان الميه في الفراغات. اما بالنسبه للكليك، من الكلي الحبيبات بتاعته صغيره جدا، فهنتكلم عن الاستراكشر بتاع السويل هو اللي بيأثر على كوفيشن اوف بيرميابيليتي. النقطه اللي بعد كده الدايركشن اوف فلو ريليشن تو دايركشن اوف سيديمنتيشن. يعني ايه؟ احنا عندنا طبقات التربه بتبقى ممكن تترسب بالشكل ده، فاحنا لو المية بتاعتي هتمشي في الاتجاه ده فهي بتمشي على عمودية على الطبقات بتاعتي او الترسيب بتاع الطبقات بتاعتي. الكي بتاعها بيسموه كي فيرتيكال، يعني كي في الاتجاه الرأسي او عمودي على مين، على الطبقات. اما لو المية ماشية كده بتختلف، المية لو ماشية كده فبنسميها الكي اتش. فطبعا في فرق ما بين الكي اتش والكي في. النقطة اللي بعد كده degree of saturation أو درجة تشبع التربة، هل التربة مشبعة كاملا أو التربة partially saturated. والproperties of water دي آخر نقطة بتؤثر على coefficient of permeability. والwater طبعا ممكن يكون درجة الحرارة بتأثر عليه، اللزوجة بتاعة الwater بتأثر على coefficient of permeability. طيب لو أنت عايز تعرف discharge أو superficial velocity نعرفها ازاي؟ خلي بالك ان الديسشارج فيلوسيتي بتتخيل ان الميه بتاعتي هتمشي في انبوبه مساحه قطرها A، مساحه قطرها مين؟ A. فالميه ماشيه في الانبوبه كلها، ماشيه في الانبوبه، حتى لو في هنا تربه لا بيعتبرها كانها ما فيش
التربه وشغاله في الانبوبه كلها. فلو عايز اعرف الديسشارج او السوبرفيشال فيلوسيتي، it is a velocity of water through a tube with a cross section mean a. طيب امال ايه بقى السيبج فيلوسيتي او سرعه التسرب؟ لا، سرعه التسرب ديت دي بتتخيل ان الحبيبات بتاعتك فيها فراغات، فالميه بتمشي في مين؟ في الفراغات ديت. فعشان كده سيبج فيلوسيتي عباره it is a velocity which is a line of waiting will progress in a directions flow through dry soil. يعني هي التربه جافه والميه ماشيه في الفراغات. هل في علاقه ما بين الفي ديسيتشارج والفي سيبج؟ اه طبعا، اللي هيأثر فيها دي ماشيه في المساحه كلها لكن دي ماشيه في الفراغات، فالشغل كله هيبقى اساسا على الفراغات. عشان كده الفي ديسيتشارج بتساوي الان في الفي مين سيبج. طيب من العلاقه ديت تعرف هل الفي ديسيتشارج هي الكبيره ولا الفي سيبج هي الكبيره؟ طبعا معروف ان الان ده اصغر من الواحد، الان اصغر من الواحد، فدايما هتبقى الفي ديسيتشارج اصغر من الفي سيبج، وده منطقي. انت لو جبت هوز او خرطوم بالشكل دوت وفي ميه، فالميه اللي فيها هتبقى مالها ماشيه بسرعه بطيئه. لو انت مسكت الهوز دوت ورحت عامل له اختناق في الحته دي كده دوت، فتلاقي الميه بقت مالها السرعه بتاعتها عاليه. دي اللي هي السرعه بتاعت مين؟ السيبج. لكن دي السرعه بتاعت مين؟ الديسيتشارج بتاعتي. طيب طالما في عندنا فيلوسيتي سيبج وفي فيلوسيتي ديسيتشارج، فنفس الكلام في عندنا كوفيشنت اوف بيرميبيليتي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وفي كوفيشنت اوف بيركوليشن، وده بقى يعتبر مين؟ السيبج فيلوسيتي وليست الديسيتشارج فيلوسيتي through the soil voids under a unit hydraulic mean gradient. نفس الكلام انت هناك كان عندك كي، طب هنا بقت كي اسمها كي ايه؟ بي. هل في علاقه؟ طبعا، كي بي بتساوي ان في الكي او البيركوليشن كوفيشن بيساوي البروزيتي في مين؟ في الكوفيشن اوف بيرميبيليتي. اخر حاجه هنتكلم عليها، احنا ليه بندرس الكي او الكوفيشن بيرميبيليتي؟ ودي تعتبر خاصيه من الخواص المهمه جدا في خواص الهيدروليكيه للتربه. طبعا عشان تعمل ايه؟ كنترول سيبج اندر دامز اند هيدروليك ستراكشر، ده كله بيتاثر بالكي او معامل النفاذيه. كنترول ديزاين اوف ديوترنج سيستم، لو انت عايز تعمل نظام لنزح الميه محتاج الكي ديت تدرسها كويس جدا. تالت حاجه كنترول ريتس اوف سيتلمنت اوف سبمرجد سويل، لما نيجي نحسب الهبوط الكي دوت بيخش بيعتبر معامل مهم جدا في خروج الميه من حبيبات التربه، واكيد بتبقى مؤثره جدا في الكونسوليديشن بتاعت السويل زي ما هندرس بعد كده. شكراً.